اليوم عندي ترتيب العمليات على الأعداد النسبية، فمعطيني كسرين، طبعا هاي الثاني متوسط، كسرين، هذا كسر هذا كسر، لازم شو تسوي؟ تحلل المقامات، لأن المقامات مختلفة، عمليات جمع، تقول الاثنين والأربعة، تمام؟ اثنين والأربعة على اثنين، هاي بها واحد، هاي بها اثنين، على اثنين، واحد هنا ينزل، ايش قد بيها؟ واحد، تمام؟ إذا المقام راح يكون اثنين في اثنين، أربعة، المقام الجديد طلع لي أربعة، تمام؟ بعد ما طلعت المقام أربعة، أجي أقسم هنا على هذا المقام، وأضربه هنا وأنزله هنا، والنوبة أضربه هنا، نوبة أنزله هنا، أربعة تقسيم اثنين، اثنين، في خمسة، عشرة، تمام؟ زائدة أربعة تقسيم أربعة، واحد، في سبعة، سبعة، الناتج راح يطلع لي عشرة وسبعة، شقد؟ 17 على أربعة، يعني هنا يتقسم المقام الجديد، يتقسم على المقام القديم وينضرب بالبسط، وينزل هنا، تمام؟ فهاي للتوضيح، شلون سويت هذه. السؤال الثاني معطينا 2 على 3 ناقص 5 على 2، تمام؟ فنجي هنا خطوات بسيطة، تحليل مقامات مختلفة، فنقول اللي هو عند المقام الثلاثة والثنين، 3 على 3 ايش قد بيها؟